السلام عليكم. طفلة لأسرة فقيرة في المدينة السكنية بتعز لم تعش من الحياة شيئا قبل الحرب، ولم يكن بإمكانها أن تعيش من الحياة شيئا. هي واحدة من جيل جديد خلق في مواجهة ظروف الحرب ويعيش بالقرب من خطوط النار، لكن ميليشيا الحوثي لم تكتفي بتنغيص حياة السكان المدنيين بالحرمان والفقر، بل تعمد إلى استهدافهم دائما كما لو كانوا أهدافا عسكرية مشروعة. خرجت هذه الطفلة من باب منزلها بقدمين وعادت بقدم واحدة. قصة الطفلة شيماء علي في الفيلم التالي، نتابع ثم نعود. كنت داخل مع خرجتي، عقدت شخرق القذيفة قاعة هاد عورته. بعدين بابا سرحني المستشفى. مدينة السكنية بتاريخ 29/5 الساعة 11:30 ليلا، وكان خارجة من البيت وإذا بالقذيفة تسقط مباشرة مما تسببت إلى بتر رجلها اليمنى، ومع سقوط أحد الأطفال شهد أحد الأطفال بنفس الوقت، والثاني أصيب مكانه بإصابات في بطنه. بعدين تعود معي ناس سرحوهم كلهم معي، صرنا سرحونا مستشفى صفوة ما قبلنيش عروبة، ما قبلنيش الثورة قبلني، صرنا قصيت في مستشفى الثورة. وبعدين أنا ثاني يوم ذكرته ما نش داري، قمت وقت شاك رجلي خالتي قالت لا تحطيش بالمستشفى. يعني سقطوا يمكن تقريبا حوالي 4 أطفال بنفس القذيفة، وامرأة وزوجها بنفس الوقت الساعة 11:30 ليلا. في تقدم في الحالة النفسية مقارنة بما سبق، أتت الطالبة حالتها النفسية كانت ضعيفة، تخاف، كانت المعاناة النفسية بشكل لا يوصف، لكن الحمد لله أحس الآن أنها تجاوزت. بعدين نقول قاعدة حرجي ونبكي، أجا الدكتور أجا بعدين بابا يصحى وسرحني أجا سرحني ما يعمل لي. بعدين واحد ابتعدت عينه وواحد يرجله سنتين وعين واحدة ساعي، كان ما تكون بالمستشفى كان تزعوك، كان في البيت حالة. ننزح فين نروح؟ أين نروح ننزح؟ البلاد كلها قذائف، كلها نرع عند الحوثة يتعبوا ثوبنا. الآن الحوثة بالوقت الحالي يجندوا تجنيد إجباري بالمناطق الخاضعة تحت سيطرتهم. أين تروح تنزح؟ تسيب بيتك؟ تروح تنزح بمكان آخر؟ مش مكانك قعقع ولا مكانه هذيك القعقعة والتعاون. الحمد لله، احنا قلنا الحمد لله على ما حصل، احنا جالسين هنا بتعز رضينا بالأمر الواقع، رضينا بأمر ربنا. حس المعاناة زادت، فلوقف الحرب أظن لابد من تكاتف الأيدي، توحد الصف حتى يعود الناس كما كانوا إليه من قبل، إحكام عقولهم قبل ما يتخذوا أي إجراءات أو أي شيء، حتى من شان أرواح الأطفال. وضعيتي النفسية الحمد لله تمام، بس زي ما تقول لي زي الحالات هذو هم بحاجة إلى جهات راعية كم منظمات دولية، منظمات مجتمع مدني،
كالدولة نفسها الحكومة، الحكومة يفترض أن تعتني زي زي الأطفال هذوم، هذوم الزهرة، زهرة المستقبل. هذول يعتبر أنهم زهرة المستقبل القادم. يفترض أنهم يعتنوا في بهم، هم بحالة، هم بحاجة إلى تعليم خاص، هم بحاجة إلى عناية صحية، هم بحاجة إلى بحاجة إلى تغذية. احنا الوضع الحالي الان اللي هو الان اللي احنا نمر فيه به، الوضع الاقتصادي مدهور عندنا تماما. يعني ممكن ما نقدرش نوفر لا زي هذه، انا نفسي ما استطعتش ان انا اوفر كافه احتياجاتي. الان افكر بالطرف حقه، الطرف حقه الان خلاص بدا يتلاف، الان هي بحاجه الى طرف صناعي جديد، طرف صناعي حديث، مش نفس الطرف هذا، لان البتر حقه من فوق، مش من اعلى الركبه، مش هذا الطرف ركبنا على حساب منظمه اليونيسف في عدن، طرف مؤقت ثم كطرف مؤقت، يعني طرف مستعجل. ولحد الان من بعد ما اصيبت ما فيش اي جهه جاءت اللي تدعمه. خلاص الطرف هذا ممكن انه مع خلال الايام هذه ممكن انه يتلاف، خلاص بينتهي، لان قد صلحناه اكثر من مرات، واحنا نعدوا له نصلحه بمركز الاطراف الصناعيه في محافظه تعز، وهو مدته 6 اشهر، يكون يفترض انه كل 6 اشهر تغير له طرف. مع ذلك الان هي الان شوف لدرجه انه شوف الان هي من ايش تعاني، درجه انه تعاني الان بدا ايش يؤثر عليه. شوف بالمناطق هذه، لان انت انا كأب من فين اوجد الطرف هذا الصناعي الحديث؟ طلعتوها عدن في شهر 7/2017، وقسيتوها يمكن حوالي اكثر من شهرين بعدين، حتى لدرجات انه اللجنه اللي حق الجرحى، ممثلين حق لجنه الجرحى بمحافظه عدن اليوم حق تعز، ما هم سائلين ولا هم دارين فينك، ما فيش حدا يدوره. وجينا عن طريق منظمات اليونيسف ووجدوا للطرف الصناعي هذا المؤقت في مركز الاطراف الصناعيه بعدن بالمنصوره، والان قد صلحنا بمركز الاطراف الصناعيه في تعز. حاولنا ان اتعطل عليه يمكن اكثر من 3 مرات او 4 مرات، حاولوا انهم يصلحوه، عدلوا له هنا هذا ب 34 سنتي، قد كان في فارق كان بيسبب لي انحناء بالعمود، اذا ما كانوش انتبهوا لمركز الاطراف الاصطناعيه حق تعز كان بيسبب لي انحناء بالعمود، بيعمل لي اعاقه اكثر من الاعاقه الذي هي فيه. وعرضني وعرضت على عده منظمات هنا في تعز، عرضت على مؤسسه شهيد، معي ملف بمؤسسه شهيد، انا مش موظف، انا خرجت من المصنع في عام 2011. الان انا متضرر من الحرب يعني، ومع ذلك الحمد لله ربي يدينا هذا الابتلاء مع بنتي، فلذا يعني حاول ان انا قدر ما استطيع اوفر للي نقدر عليه فقط، اروح من هنا ارتد من هنا، اقعد نفسي واركض نفسي. ومع ذلك اني عرضت على عده جهات، معك مؤسسه رعايه اسر الشهداء والجرحى، معي ملف هناك، معك مؤسسة شهيد، معي ملف، معك مؤسسة خطوة، معي ملف، معك اللجنة الطبية للجرحى، كلها مؤسسات خيرية، الجانب الشرعي للجنة الطبية للجرحى، عرضت على اللجنة الطبية حق الجرحى وتحول الملف حقي. لحد الآن ما وجدتش أي تقاوم منهم. أن ينظروا لهذو الأطفال، لأن حالتهم حالة مأساوية، هم يعتبرون زهرة المستقبل. أما نحن قد إحنا نعاني ونتحمل حتى لدرجة الإغاثات عندنا ما هليش. هذه المنطقة الإغاثات ما هليش، حصلنا على إغاثة من منظمة ميرسيكور قبل أسبوعين، هذه فقط، ولا يجيبوا لك مركز الملك سلمان نص بنص، الكيس الرز 20 كيلو يقول لك اقسموا انت وقارك نص بنص، الكرتون هذا بينه 10 حبات فول يقول لك اقسموا انت وقارك. قلنا يا جماعه الاغاثه هذه كيف توزع؟ احنا نبحث عن غذاء لاطفالنا الجرحى، او نبحث عن احتياجاتهم الخاصه، هم بحاجه الى رعايه،
الطفل لو قال لو له لا لا قال عندك زي تقيلي عندي احيانا تقول لي شي دفتر انا ما معيش حاجه من فين اجيب له دفتر؟ اين الجهات الراعيه؟ اين الحكومه حقنا؟ ما دور الحكومه باتجاه هذا هؤلاء الاطفال وتجاه هؤلاء المواطنين اللي هم يعانوا معانا من سبب الحرب هذا؟ فلذا نناشد مجلس الامن الدولي ان يتدخل بكل قوه من اجل ايقاف هذا الحرب وهذا العبث في الوطن وبالوطن العربي، لان الحرب لا يحصد الا الدمار ويحصد الارواح. تعيش اليمن كارثة حقيقية وتسير في الطريق إلى كارثة أكبر وأهم. كم هم الأطفال الذين بترت أطرافهم في هذه الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على اليمنيين؟ كم هم الأطفال الذين أغلقت مدارسهم ويتلقون تعليما طائفيا؟ كم هم الأطفال ضحايا التجنيد الإجباري، ضحايا سوء التغذية، ضحايا الحصار، ضحايا اليتم والفقر وانقطاع المرتبات وضياع فرص العمل للآباء؟ تعيش اليمن كارثة قادها إليها نظام الفساد الذي ثار عليه الشعب في فبراير 2011، وتقوده اليوم ميليشيا الحوثي إلى كارثة أشد مأساوية وأوسع أثرا في مستقبل الأيام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، تنضم إلينا بعده من مدينة تعز التربوية والناشطة الحقوقية رائدة عبد الرزاق، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفتي من مدينة تعز التربوية والناشطة الحقوقية المهتمة بشؤون الأطفال رائدة عبد الرزاق. مرحبا بك سيدة رائدة. تحية لك ولمشاهديك الكرام. أنا طبعا تربوية ومدافعة عن حقوق الأطفال حال كثير من الشرائح والفئات في المجتمع. نعم. في المحافظة. نعم، لكن التخصص في هذا الشأن أيضا هو أمر مهم، لأن التخصص يركز على كثير من الخفايا. لو عدنا إلى هذا، إلى لو بدأنا الموضوع بالسؤال عن الوضع الحالي للأطفال في مدينة تعز من الناحية الحقوقية. طبعا في أثناء الحروب والنزاعات الأطفال هم الخاسر الأكبر والأكثر تأثر، فمدينتنا ما زالت محاصرة وما زال القصف العشوائي يطال المدنيين وخصوصا الأطفال، وسقوط ضحايا من الأطفال، والبعض يتعرض لإصابات، والإصابات هذه إصابات بليغة تصل إلى حد الإعاقة، إضافة إلى الإصابات النفسية. فلكن نجد أنه الأطفال ما زالوا يدافعون عن حقهم، ما زالوا يكافحون، ونحن كذلك إلى جانبهم، وهم لا يحصلون إلى الآن إلا على الفتات من الحقوق. نعم. حقهم في التعليم، حقهم في الصحة، حقهم في الرعاية، هذه الحقوق لا يحصل الطفل في محافظتي إلا على اليسير، الفتات. نعم. وتجدهم متمسكين بهذا الحق. طالما كان الوضع هكذا بالنسبة للأطفال سيدة رائدة، لكن في ظل هذه الأوضاع وخاصة المدينة التي تتعرض بشكل دائم للقصف منذ 3 أعوام، ما هي الأنشطة التي توجهونها لمساعدة الأطفال ضحايا هذا الوضع؟ طبعا هناك جهود ذاتية من كثير من الشرائح في محافظة تعز، وجهود للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني. نعم.
احنا نسعى انه نقدم المساندة للطفل. قمنا مع كثير من المساندين لنا في هذا الجانب بمتابعة الأطفال الذي تعرضوا لإعاقات جسدية، بتر في الأطراف. قمنا بمحاولة لتوفير أطراف صناعية لهؤلاء الأطفال. قمنا بدمجهم في مدارس قريبة من مساكنهم. قدمنا لهم العديد من البرامج في ما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي التربوي. نعم. الدعم النفسي برضو للنازحين، لكن لا ترتقي لمستوى الكارثة الموجودة في المحافظة. لكن نحن نقوم بجهود حثيثة في هذا المجال. نعم، إذن أنشطتكم تشمل المحافظة والمدينة. أيوه، تشمل الجانب النفسي بشكل أساسي. أما الحقوق طبعاً، فيما يتعلق بالحقوق ما زال نحتاج إلى الكثير. نعم، ماذا عن التعليم في جانب الحقوق؟ لو بدأنا بالتعليم كيف هو الوضع؟ طبعاً بالنسبة للتعليم هناك تسرب كبير من التعليم بسبب الظروف، من الاقتصادية أو ظروف النزوح أو وقوع بعض المدارس في خط النار. نعم. صحيح أنه أوجدنا مدارس، أو أوجدت التربية مدارس بديلة أو مباني بديلة، لكن لا تستوعب العدد الكافي. لكن في محاولات من بعض المنظمات لسد هذه الثغرة، ولكن يظل الخلل موجود ويحتاج جهود أكبر في هذا المجال. نعم، ما هي أهم المشاكل التي تواجهكم كنشطاء يعني في مجال حقوق الإنسان وفي المجال الاجتماعي؟ أهم وأبرز هذه المعوقات. أبرز المعوقات طبعا شحة الإمكانات. كذلك تعرض بعض الناشطين والحقوقيين واللي يشتغلوا في المجالات الإنسانية في الميدان يعني لكثير من المخاطر. نعم. في الميدان أكيد، وكذلك قلة توفر المعلومات بالنسبة للي يشتغلوا في هذا المجال. إذن تنقصكم العديد من يعني المسوحات وقواعد البيانات حتى تنطلقوا منها إلى المستهدفين. أكيد. نعم. للانطلاق أنت تحتاج قاعدة بيانات، تحتاج منظومة رصد تساعدك إنه تقدم البرامج بشكل منظم. هذا الشيء ماذا عن التشبيك؟ ينقصنا كثير. ماذا عن التشبيك سيدة رائدة؟ في محاولات أخرى بين بعض المبادرات والمؤسسة. نعم، تفضلي. هناك 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 تشبيك طبعا مع بعض المؤسسات وبعض المنظمات، منظمة المجتمع المدني والمنظمة المانحة، وأفرزت هذه الأمور مساعدة، بس إنما لا ترتقي زي ما قلت لك سابقا إلى مستوى الكارثة. نعم، يعني الاحتياج أكبر بكثير، الاحتياج يفوق الجهود المبذولة. هذا يدعونا للسؤال عن ظل الاحتياج. كنت أود السؤال عن تقييمك لدور المنظمات المانحة. الدور ما يزال ضئيل، خصوصا أن هذه المنظمات تشتغل فقط بمندوب في داخل المدينة، ليست لها مقرات أساسية يعني. نعم. فنحن نطمح أنه يكون في هناك دور أكبر لهذه المنظمات في مساندة الأطفال وعودتهم، بالذات فيما يتعلق في عودتهم للتعليم، توفير لهم إلى حد ما بعض الاحتياجات. نعم. الأمن في الأمن الغذائي، لأنه من أسباب التسرب من التعليم زي ما قلت لك سابق أنه الظروف المادية اللي تمر بها المحافظة والبلد بصورة عامة. نعم. ماذا عن دور منظمة الأمم المتحدة؟ يتوسع هذا الدور. منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة أو صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف، هل من دور تحديدا لهذه المنظمة باعتبارها منظمة رائدة في هذا المجال ولها تواجد سابق في محافظة تعز؟ بجد لليونيسف لمسات واضحة فيما يتعلق في برامج الدعم النفسي، أنشأت المساحات الصديقة للأطفال، وفرت بعض المستلزمات لبعض المدارس. نعم. في لكن احنا نأمل بالأكثر. صحيح. والجهات الحكومية أين هي؟ إنه يكون لهم دور. الجهات الحكومية الجانب الحكومي بالنسبة لما يتعلق بالحكومة، طبعا
طبعا احنا نعتبر في المحافظة هنا اكبر انجاز فتح المدارس بالنسبة للاطفال، لكن ما زالت المدارس تحتاج الى كثير من الدعم من الحكومة. برضو فيما يتعلق بالرعاية الصحية للنشأ والاطفال في ظل النزاعات والحروب، نعم، تحتاج الى جهد اكبر من الحكومة. هذا الدور ما زال ضئيل. نحن نحتاج انه الحكومة تقوم الى جانب الجهات المانحة بتشخيص الواقع بشكل اكبر وتوفير الاحتياجات الضرورية، نقول على الاقل الضرورية. بالنسبة مثلا للمدارس نحتاج لتوفير الكتاب المدرسي، نحتاج لتوفير المعلمين، خصوصا كثير من المعلمين نازحين بسبب ظروف الحرب. نعم. فنحن نطمح انه نحقق للاطفال الحد الادنى، هذا الفتات من الحقوق الذي الطفل اليمني متمسك به، الطفل في المحافظة متمسك به. نعم. نلاحظ اليوم موجودين في مقاعد الدراسة رغم المخاطر، هم يفتقرون الى كثير من الامور. نعم، لكنهم موجودون. اللافت ان الاطفال في تعز يذهبون الى مدارسهم، يحاولون ممارسة حياتهم رغم المخاطر التي تعتري هذا التواجد وهذا الحضور. يعني نحن اليوم إزاء جرائم بشعة على مدار الساعة ترتكب في هذه المدينة. بالتأكيد بالتأكيد، وإحنا بدورنا نقوم بمساعدة هؤلاء الأطفال، بمساندتهم، نقدم لهم برامج الدعم النفسي التربوي لتجاوز هذه الأزمات أو التأقلم معها. نطمح بس أنه يكون في تكاثف من الجميع حتى نستطيع أن نوفر لهم أدنى ما يستحقوا. نعم. ماذا عن التوفيق؟ أحلامهم كبيرة سيدة رائدة. لو عدنا إلى موضوع أو قصة حلقتنا هذه، وهي الطفلة شيماء علي التي فترت إحدى ساقيها، ويعني أصبحت رقما يضاف إلى مئات إن لم يكن آلاف الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات وجرائم حرب، هل تقومون بدور ما في هذا المجال بجانب التوثيق أو على الأقل التوعية بأهمية التوثيق مثل هذه الحالات؟ بالتأكيد بالتأكيد، بالنسبة للأطفال الذين تعرضوا لإعاقات نحاول قدر الإمكان أولا نوفر لهم المدارس، وأني أشكر بعض المدارس بالذات الأهلية اللي ساندتنا كثير في هذا الموضوع. نحن نلتقي فيهم، نقدم لهم الدعم النفسي، نساعدهم على كيفية التأقلم مع أوضاعهم. في هناك برضو العديد من المراكز اللي تهتم بهذا الجانب. شباب وشابات تعز بصراحة يبذلوا جهود جبارة، مبادرات تقصدي، في مساعدة هؤلاء الأطفال، مبادرات شبابية يعني. أيوة، كثير من المبادرات الشبابية للأمانة ساعدت هؤلاء الأطفال من خلال إنشاء بعض المراكز. نعم. لتدريبهم، لتأهيلهم، لمساعدتهم على التأقلم مع الوضع الذي وعلى تجاوز وضع عليهم. الإعاقة. نعم. إذن في نهاية أكيد هذه أكيد المداخلة سيدة رائدة، هل لك من رسالة أخيرة تودين توجيهها عبر برنامج لست وحدك؟ رسالتي انقذوهم قبل أن تفقدوهم. نعم. إحنا لا نريد جيلا مشوه، فنتمنى أن تتكاثف الجهود لإنقاذ هؤلاء الأطفال، لننتشلهم من الوضع النفسي، لأنه هذا الوضع رمى بظلاله على الأطفال، على طريقة ألعابهم، مفرداتهم، سلوكياتهم. فنحن لا نريد جيلا مشوه، لذلك رسالتي للجميع انقذوهم قبل أن تفقدوهم. نعم، شكرا جزيلا. التربوية والناشطة الحقوقية المهتمة بشؤون الطفل رائدة عبد الرزاق، كنت معنا من مدينة تعز. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفلة الجريحة شيماء علي تم الرصد، في أمان الله. We'll be right back.
you